احمد من الجزائر، خلونا نسمع مداخله احمد. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، لا باس عليك، تفضل. لا باس. شو انا غادي نخرج كاع من الموضوع شويه. سمعتني؟ سمعك، تفضل. اي سمعك والله معاك. شوف، هذه تولي للشعب المصري، نتمنى له، نتمنى له يفطم برك، والشعب ما يستاهلش. الشعب يستاهل ايه؟ يستاهل الخير ولا يستاهل السيسي؟ يستاهل الخير. السيسي نورمالمو ما كانش هذاك من اول كونترا يكرعوه. اول كونترا. طيب شوف يا استاذ احمد، هقول لحضرتك حاجه. في ناس تستاهل السيسي بس الشعب المصري في مجمله يستاهل الخير ويستاهل احسن من كده مليون مره. شكرا لحضرتك وتحياتي لاهل الجزائر، كل عام وهم بخير.